سألتني بعضكم، سألني عن موضوع صراع الأسرة. أنا مفهوم صراع هذا يعني أشوفه فيها دراما زيادة. إحنا عائلة كويتية حالنا حال أي عائلة أخرى، وكل العوائل فيها هناك في تفاوت وجهات نظر، في هناك خلافات، في هناك كأي عائلة كويتية أخرى. لكن ترقى إلى قضية صراع، هذه أشوفها شوية ثقيل علي. أنا قاعد أسمعها تتكرر ولا أعرف أنا ليش عند الصباح تصير صراع، عند عائلة أخرى تصير خلافات عائلية. فهي خلافات عائلية. هل هذه تؤثر على؟ أنا ما أعتقد ذلك. يعني هذه أنا في صارت خلافات بالسابق كلكم تعرفونها عدل، ولم تؤثر على المسيرة. تمت خلافات والحاكم كأبو هذه العائلة خذ قراراته، ولا تأثرت الكويت كليا في هذا ما حدث. الخلافات اللي حصلت في الأخير هذه مي خلافات بين العائلة، لا، حصلت خلافات بين أهل الكويت بشكل عام. يعني صار في ولذلك أن كان يعني حكمة الحكماء في هذا البلد هي مهمة جدا، أن تحتوي أي خلاف كبير يؤثر على مسيرة هذا البلد، وهذا ليس محصور في خلافات داخل العائلة. فلذلك يعني أنا يعني مرة أخرى أن كلمة صراع عائلي هذه تحمل في مضامينها أكثر بكثير ما هو أمانة حاصل، وهذا ما عندي. الله يبارك فيك.